بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم صلاة تفتح لنا بها أبواب الخير والتيسير، وتغلق بها عنا أبواب الشر والتعسير، وتكون لنا بها وليا وناصرا. أنت ولينا ومولانا، فنعم المولى ونعم النصير. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أحبابنا في الله متابعين الكرام. تقبل الله منا ومنكم أيها الإخوة الكرام صيام وقيام هذا الشهر على الوجه الأكمل الذي يحبه ورضاه لنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يستجيب في دعواتكم ويقضي في حوائجكم، وأن يفرج عنا وعنكم، وأن يشفي مرضانا ومرضاكم، وأن يتقبل منا سائر الأعمال والطاعات برحمته وفضله ومحض جوده ومنه. أيها الإخوة الكرام، حلقة اليوم إن شاء الله تعالى نتكلم فيها على العيد إن شاء الله تعالى، وموعد يوم العيد. أيها الإخوة الكرام، بالنسبة للدول التي ستتحرى الهلال يوم السبت 30 أبريل، فإن الرؤية للهلال ستكون مستحيلة. هذه الدول قد صامت قبل المغرب بيوم واحد، قبل دولة المغرب. هذه الدول ستتحرى يوم السبت 30 أبريل عن رؤية الهلال، فإن رؤيته ستكون مستحيلة لأنه سيغرب قبل الشمس، وبالتالي فلا يمكن رؤيته لأنه سيسبق الشمس عند الغروب ويكون تحت شعاعها، فلا يمكن أن يرى. ولذلك ستكمل تلك الدول الصيام 30 يوما إن شاء الله تعالى، سيكون رمضان شهرا كاملا بإذن الله تعالى، ويكون العيد يوم الاثنين. يكون العيد إن شاء الله يوم الاثنين 2 ماي، يكون العيد يوم الاثنين إن شاء الله. بالنسبة للدول العربية أغلبها إن شاء الله تعالى، بجميع الدول التي صامت قبل دولة المغرب، فإنها إن شاء الله سيكون رؤية الهلال مستحيلة يوم السبت، وبالتالي سيتم الشهر 30 يوما إن شاء الله تعالى، ويكون العيد إن شاء الله تعالى يوم الاثنين. أما بالنسبة لدولة المغرب ووضع الهلال في المغرب وفي مصر وما بينهما من الدول، فيمكن رؤية الهلال، لكن إذا كان الجو صحوا، لأنه سيكون بعد دقائق القليلة بعد غروب الشمس، سيبقى الهلال فوق الشمس في الغروب مدة دقائق معلومة. إذا كان الجو صافيا فيمكن رؤيته بالعين المجردة، ويمكن رؤيته بالتلسكوب إن شاء الله تعالى. وعليه فيمكن أن يكون العيد في المغرب يوم الاثنين كذلك، فيكون الإفطار إن شاء الله يوم العيد عاما على أغلب الدول بإذن الله تعالى، حتى المغرب الذي صام بعد الدول العربية بيوم واحد، وذلك لأن الهلال يمكن رؤيته إن شاء الله تعالى يوم الأحد مساء، فيكون بذلك المغرب قد صام 29 يوما. هذا إذا كان الجو صحوا فيمكن رؤية الهلال، لأنه سيكون مبتعدا عن الشمس بعض الدرجات ما يسمح للمراقبين برؤية الهلال إن شاء الله تعالى يوم الاثنين في بلاد المغرب وبعض الدول المجاورة وحتى مصر كذلك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم، ونقول لكم عيدكم مبروك مبارك سعيد إن شاء الله تعالى بالرحمة والمغفرة علينا وعليكم، وأن يتقبل الله أعمالنا وأعمالكم، وأن يعيد علينا إن شاء الله شهر رمضان سنين مديدة وأعوام عديدة إن شاء الله تعالى. ربنا تقبل منا الصلاة والصيام، واحشرنا في زمرة خير الأنام. الحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، لقد جاءت رسول ربنا بالحق. وصلى الله وبارك وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.